استنكرت الكوادر الطبية في مستشفى الكوت للنسائية والأطفال جريمة حرق المصحف الشريف من قبل لاجئ عراقي في مملكة السويد، مؤكدة أن هذه الجريمة اعتداء على مشاعر ملياري مسلم وتخل بالتعايش السلمي بين أصبع الأديان السماوية. نقف اليوم إدارة وموظفين مستشفى الكوت للنسائية والأطفال وقفة استنكار للفعل الجبان والفعل الشنيع الذي قام به أحد المرتزقة في دولة السويد، وذلك من خلال حرق القرآن الكريم وبثه على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي. ووقفتنا هذه نطالب الحكومة العراقية والقضاء العراقي لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات من أجل استقدام هذا الشخص وتقديمه للقضاء العراقي لنيل الجزاء جراء فعلته هذه. نحن منتسبي مستشفى الكوت للنسائية والأطفال نقف وقفة احتجاجية ضد التجاوز على مقدسات الدين الإسلامي وأهمها القرآن الكريم. أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة آل بيتي، ما أنت مسكتم بهم ولا أنت ظلوا أبدا. فإحنا هذه أحد الوثقين، يعني إذا تجاوز، وإحنا أكون شلون؟ طبعا الإسلام يؤمن بجميع الديانات، فاحنا ما نقدر نتجاوز على اي ديانه اخرى ولا نقدر. فهذا رد وقفه احتجاجيه، وان شاء الله نكون نصر الاسلام. نظرا لما قام به احد الجبناء من حرق المصحف الشريف والاساءه الى رسول الكريم محمد صلى الله عليه واله بيته الطيبين الطاهرين، نطالب الحكومه الاتحاديه بالاجراء اللازم لاعاده هذا المرتزق ومحاسبته على ما فعله بالاساءه الى القران الكريم واساءه الى اكثر من ملياري مسلم والتجاوز على نبي الرحمه محمد صلى الله عليه واله وسلم. ونحن هنا مستشفى الكوت النسائية والأطفال نستنكر هذا العمل الجبان لما قام به، ومن التستر على من قبل الحكومة السويدية على هذا الشخص باعتبار أنه تعبير عن الرأي، ولكن هذه إساءة إلى أكثر من ملياري مسلم، وأرجو اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال شرطة الانتربول والقبض على هذا المجرم وعادته إلى العراق. نستنكر العمل الذي قام به شاب عراقي المقيم في دولة السويد الأوروبية، ما قام به من فتنة بعيد عن الحوار، بعيد عن المناقشة، بعيد عن الثقافة الاجتماعية، وهو حرق القرآن الكريم الذي يمثل ملياري مسلم في عموم العالم. ونحن اليوم بوقفتنا هذا يعني كمنتسبين في وزارة الصحة دار الصحة تواصل ندين ونستنكر ونطالب الحكومة العراقية بإرجاعه إلى العراق ومحاكمته حسب الضوابط والقوانين العراقية.